وستظل المشكلة قائمة ما بين الزوج والزوجة في كل شيء. طبعا ربنا ما يجيب مشاكل، ولكن هو الصراع الطبيعي، هي دي الحياة. الهروب طبعا من تحمل المسؤولية المنزلية، طبعا دي من اكتر المشاكل اللي بتواجه كل الاسر المصريه. كل بيت في مصر تلاقي ايه، الست بتقول لجوزها انت ما بتتحملش المسؤوليه، والزوج بيقول لها دي مسؤوليتك انت والمفروض ان انت اللي تتحملي، انا كفايه عليا ان انا بنزل وبشتغل وبتعب وبشقى وبجيب الفلوس. احنا النهارده على فكره يا جماعه مش متحيزين، ها، بنتكلم عن الراجل وعن الست. طيب زي ما بنقول ان المسؤوليه يعني دي مسؤوليه ما بين فعلا الراجل والست، يعني في مسؤوليات المفروض او الطبيعي بتبقى على الزوج، وبتبقى في مسؤوليات من الطبيعي والمفروض على الزوجه. زي ما بنقول كالعاده الامثال، الاف ام اتنين بيشيلوها، الاف ام ودنين بيشيلوها ايه؟ اتنين. الراجل دايما بيتهرب، او مش دايما يعني في بعض الاحيان بيتهرب من مسؤوليه الحياه الزوجيه، ويقعد يقول ان انا بشتغل انا بجيب الفلوس، وبيخلي الزوجه او الست هي اللي تصرف على البيت، ويقول لها انت كمان اصرفي وراعي الولاد وودي دروس وجيبي من دروس وتمارين وحاجات كتير جدا. وعلى فكره مش هتكلم بجد بس عن الراجل، لان انا قدامي في حالات ان السيدات فيها بتبقى فعلا راميه كل الحمل على الزوج، مش يعني مش الراجل بس هو بيبقى رامي الحمل على الزوج. ده موضوع طبعا يعني مثير للجدل. طبعا مستنيين تليفونات حضراتكم، الاس ام اس 9207. الموضوع ده هنفتحه النهارده وهنعرف اكتر مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده، أستاذة زينب مهدي، استشاري علاقات أسرية. صباح الورد يا زينب. يسعد صباحكم. صباح الورد يا زينب ومنورانا. وطبعا احنا يعني نرمين قالت احنا مستنيين تليفوناتكم، احنا مستنيين تليفوناتكم ستات ورجالة، ها؟ يلا النهارده دي ورجالة، واللي مقهور في بيته يكلمنا يقول لنا. طيب خلينا نبدأ من آخر كلمة في الإنترو، وهي إن في آراء مختلفة ما بين الناس، سواء كان الزوج أو الزوجة. دايما الزوجة شايفة إن هي المقهورة وإن هي المظلومة وإن هي مش واخدة حقها، والزوج طبعا شايف ان مسؤوليه البيت دي انا مش دعوه بيها، يعني اصلا ما حدش يلزمني بيها ولا حد يقول لي هو انت ليه ما بتعملش. ولما اعمل حاجه او اساعد زوجتي بحاجه، او مثلا اقعد اذاكر للاولاد شويه، انا كده كتر خيري وعامل اللي عليا وزياده. انت رايك ايه، او الصح فين، او نعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. بصي، هو في البدايه بالنسبه للزوج والزوجه، انت قلتي فعلا حاجه تحفه جدا، ان هتظل المشاكل قائمه لسبب بسيط قوي، ان مفيش تفاهم بين الطرفين. يعني ايه؟ يعني لو كل واحد كلم التاني من ايام الخطوبه وقال له انت عليك كذا وانا عليا كذا، مش عليا ماديا، لان تقسيم المسؤوليات، تقسيم المسؤوليات وترتيب الاولويات بتاعه البيت، ما هي مش كل حاجه ان انا سوري مع احترامي جدا في التعبير بس لازم يتقال، فرح وطبل وزمر والحاجات دي كلها، وبتخلص المشكله وبندخل البيت وبعدين. هو للاسف يعني ان البنت بيبقى عندها حلم كده، وبعدين لا احنا خليها تنزل بقى على ارض الواقع شويه. اه، وده الجواز، اول بقى ما بتدخل البيت الموضوع بيختلف طبعا. لا، وبيختلف كمان منه هو قبلها، يعني في حالات كتير جدا، الكلام النهارده هيبقى على الحالات بحت، يعني في حالات كتير جدا تقول لك انا اول ما قفلنا الباب وقعدت لقيته بيتكلم معايا بيقول لي انت لازم تعملي كذا وكذا وكذا، يعني ما فيش اي كلام لطيف. اي مثلا انت قلتي حاجه لطيفه قوي، ننزل على ارض الواقع، عشان مره ما تقعدش تقول انا متحيزه مع الست وبتاع. لا، ننزل ارض الواقع. انت كاستشاري استشاري علاقات اسريه، معظم المشاكل اللي بتجيلك من النوع ده بتبقى من راجل ولا من ست؟ لا، من الراجل 99% من لا. الراجل. الست هي شكوتها من الراجل مش الراجل. لا طبعا الست هي بتشتكي من الراجل. ليه؟ لان بتلاقي الست تقول لك هو بيشتغل بيقعد 14 ساعه 16 ساعه بره وبيسيب لي الاولاد، انا اللي بعمل كل حاجه بمعنى الكلمه. طبعا المسؤوليات المنزليه، مسؤوليات الاولاد، الواجبات، وزي ما قلت تمارين ودروس وحاجات فظيعه، وتيجي بالليل ملزما هو يجي يلاقيها عروسه في البيت. ده بالظبط، يعني نفس الكلام ده نفس اللي بتقوله السيدات اللي بتيجي. طيب لما حد تيجي تقول له يعني اديني وقت، لا تلاقيه دايما مكشر وانت مبهدله في نفسك وانا هروح اتجوز وده حقي، وتلاقيها بيقلب الموضوع ومفيش اي اعذار. ليه قلت 99%؟ لان لازم لكل قاعده شواذ ولازم نكون متفقين على ده طبعا. يعني هتلاقي 99% غلط، وبرده هيبقى ال 1% هو الصح. بتلاقي راجل يجي يقول لك لا انا زوجتي شايله كتير، زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب فيما معناه، يعني هي بتنظف بيتي وبتغسل هدومي وبتطبخ لاولادي، ما انا لازم اديها ايه، ادي لزوجتي نفس. عموما يا زينب احنا اديناكي فرصتك في انك تردي وتدافعي عن الستات، ولكن احنا معانا اول تليفون رجالي من محمد. يا محمد صباح الورد. صباح الورد عليك وعلى ضيفتك الكريمه. انا طبعا سعيده ان اول مكالمه راجل هو اللي بيتكلم.
اه طبعا. أيوة. الله يخليك. هو تحمل المسؤوليه بيبدا في الشهر الاولاني، بيحصل دايما نفار وشجار بين الزوج والزوجه، عشان من اللي فيهم هيمسك الدفه ومن اللي هيقود السفينه. مين اللي هيذبح القطه للثاني الاول يعني؟ يعني بتبقى في الحدود دي كده، بس هو بيبقى الغالب فيها بيبقى يكون الراجل المسؤوليه. ليه؟ لان هو دايما الراجل ربنا سبحانه وتعالى فضله بمقومات لا تقوى عليها الست، ولكن في برضه بعض الستات بتشيل الدفة وبتحمل المسؤولية. طب استاذ محمد فضل. خلينا بقى عشان ايه يعني نعرف نتكلم كده اكتر واوضح دلوقتي. استاذة زينب بتقول ان كل الستات او معظم الستات، هي قالت انت قلتي 99%. اه في 99% يعني نسبة كبيرة جدا من الزوجات او من السيدات بيشتكوا ان الراجل مش بيساعد، ممكن يكون بيساعد ماديا لان ده طبعا واجب وفرض عليه والله، لكن ان هو يساعد حتى في البيت كمسؤولية بيت، انه مثلا يقوم يساعدها يغسل اطباق، يذاكر للاولاد. ليه مش للدرجة؟ يقوم يعمل الحاجات دي كلها. لا حضرتك كل الحاجات دي بتبان فترة الخطوبة. فترة الخطوبة هي اللي بتبان الحاجات دي. المفروض هو خلال فترة الخطوبة هي بتعرف اذا كان هو هيساعد ويشيل معاها المسؤولية ويقدس الحياة الزوجية. لا يا استاذ محمد اسمح لي، فترة الخطوبة دي مش فترة تقييم ابدا، لان دي الفترة الحلوة اللطيفة. كل واحد بيبين فيها. كل واحد بيبين فيها بقى الورد والمجرد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، بما ان احنا بنتكلم على ارض الواقع، حضرتك بتتحمل مسؤولية مع زوجتك بمعنى تقوم تغسل مواعين، تقوم تنشر غسيل، تقوم تودي تمارين، تقوم تودي دروس، تذاكر؟ لا هو لازم يبقى في توازن. في توازن، كل واحد عارف مسؤولياته وواجباته. صح تمام. هو لا في توازن، وبعدين كل واحد عارف ايه المسؤوليه اللي عليه. ايه المسؤوليه اللي الواجب اللي عليه؟ ايه المسؤوليه اللي لحضرتك كرجل؟ المسؤوليه اول حاجه لازم يكون في توجيه وفي مشوره، وفي دايما الراجل بيبقى له نظره مستقبليه للامور، ما بيقفش عند حاجه معينه. لا لا لا، انا عايزه حاجه ملموسه على ارض الواقع. طب يا استاذ محمد، عشان نبقى برضو بنتكلم بنوع كده من الانصاف برضو للزوجه، في حاله ان يعني بعد الشر زوجتك تعبانه عندها شويه برد ولا حاجه ومش قادره تقوم السرير، هل انت ممكن تقوم بمسؤوليتها ولو اليوم؟ ايه المانع في كده؟ ما ايه المانع تعمل كده؟ ايه المانع؟ لا إيه المانع؟ انا مش عايزه ده. ان في تحامل. ايوه طب انا ثانيه واحده، انا مش عايزه ان حضرتك عشان هي تعبانه فانت تقوم يعني تقوم بواجباتها هي المنزليه. لا ليه ما يبقاش في تقسيم او يبقى في تخصص ويبقى تقسموا الموضوع ما بينكم زي ما انا قلت في البدايه، الافم ودنين بيشيلوها اتنين. لا بس الافم ودنين انا قايل لحضرتك يبقى في توازن. انا قايل لحضرتك في الاول في توازن وفي تحمل مسؤوليه. تشاورني تخليها تاخد المشوره بتاعتي. لا لا يا استاذ محمد خلينا بس برضو هقول لك على حاجه. يعني الصح او العدل بيقول ان الراجل ليه مهام ومسؤوليات، والست برضو عليها مهام ومسؤوليات. الست مسؤوليتها البيت، مسؤوليتها الاولاد، مسؤوليتها التمارين، المذاكره، الحاجات دي كلها. الراجل مفيش مانع ان هو يساعد، ولكن دي ما تبقاش من المهام بتاعته، يعني مش الفرض اللي عليه، ولكن الفرض اللي عليه ان هو يوفر للاسره بتاعته حياه كريمه. يعني على قد ما يقدر وعلى قد امكانياته الماديه يقدر ان هو يريحهم ويجيب لهم كل طلباتهم. معايا في الراي ده ولا لا؟ مع حضرتك، مع حضرتك طبعا. تمام. وهو الدين بتاعنا قال كده، قال وبما انفقوا من اموالهم، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فهو الزوج له هنا القوامه بالنفقه، وانه يعيشهم في مستوى لائق، وانه يعيشهم حياه كريمه. هو ده فعلا الدين بيدعينا لكده. وللاسف الشديد كتير من البنات لما بيختاروا غلط. الاختيار الغلط بيترتب عليه نتيجه غلط. فاحنا بنقول لكل زوج او كل عريس بيقدم على الجواز اختار صح، وبنقول لكل بنت ولكل زوجه اختاري صح قبل الزواج، لان نسبه الطلاق ارتفعت وخراب البيوت اصبح يعني في الشهر الاولاني دايما من الزواج بيكون في نسبه طلاق عاليه جدا. ده بسبب عدم الاختيار الصحيح. تمام. بنشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا وصباح الورد عليك. ناخد استاذ مروان من اسكندريه. مروان صباح الورد. صباح الخير. صباح الورد عليكم كلكم. عامل ايه؟ انت فينك يا مروان؟ الحمد لله تمام. ازاي صحتك؟ انت فين بقالك كام يوم ما بتتكلمش كده؟ لا ما انا بتصل يعني، ولسه متصل اول امبارح قالوا لي الفقره للسيدات فقط، ودخلته ثلاث رجال بعد كده. لا لا اكيد اتصلت غلط، اكيد ما اتصلتش بصباح الورد. لا وبعدين الخطوط برضه يعني عشان بتكلم من موبايل، يمكن عندكم السيستم ما بيحفظش مكالمه الموبايل. طب يا مروان يعني قول لنا رايك ايه بقى في موضوع المسؤوليه ما بين الزوج والزوجه؟ هل الزوج المفروض ان هو يتحمل مسؤوليه البيت مع زوجته ولا لا؟
طب الاول استاذه نرمين تقول لنا وصفه الفول وانا عامل رجيم. لا لو عامل رجيم اوعى تسمع كلام نرمين. بس هقول لك على حاجه. وبعدين هو ما اسمهوش خرسانه مسلحه. ده خرسانه فعلا مسلحه. ده دمار. ده اسلحه دمار شامل. طب اقول لك على حاجه. اولا الراجل لو يعني اتكلموا في الموضوع موضوعنا النهارده لو الراجل ظروفه وعمله تسمح له بالمشاركه بمشاركه زوجته في المنزل هو ما شاركش دي بتعتبر ايه انانيه منه وجبهه. ليه لازم يعني لا ومش رحمه لازم يعني لازم يشارك ليه كتير من الرجال بيعتقد اللي هو تربيه الاولاد دي دور الام وهو يبقى وظيفته ايه يبقى يجيب بس اللي يسرق على البيت من ناحيه ماديه وغير كده يبقى ايه بيألتف بقى مع نفسه. انت عارف يعني. ان انا من كتر ارائك الجميله انا نفسي اشوفك بجد والله العظيم يعني نفسي اشوف الشخص يعني المحترم الجميل اللي اراؤه كده على طول لا بجد على طول يعني. موضوعي ويعني انت شخصيه اراؤك ما شاء الله جميله. وعايز اقول لك على حاجه بقى ان فعلا زي ما انت بتقول ايه المشكله ان هي ان هو مثلا لو هو قاعد في البيت وهي تمام هي بتنزل تودي دروس او تودي تمارين او او او, أو. طيب ايه المشكله لو هو قاعد في البيت النهارده وهي جايه برده من الشغل وتعبانه او مش تعبانه يعني هو قاعد ليه ما ينزلش هو يروح يودي الولاد الدروس او الدكتور المشاوير يعني مشاوير او ينزل يشتري طلبات للبيت او كذا حاجه يعني خاصه بالبيت. انت معايا؟ يعني انا والله انا يعني يمكن المدام لقيتها يعني تعبانه شويه يمكن انا ساعدتها والله يعني قامت لقت الحب بتاع المعاين كله يعني متشطب والله يعني انا انانيه مني لما الاقيها تعبانه برضه يعني انا مش هتقلل من مقدرتي حاجه او من رجولتي حاجه الا اني مثلا ايه اساعدها المساعده دي ومثلا في ناس ممكن تعمل وتتكسف مثلا او ممكن واحد يطلع البلكونه ينشر مثلا يبقى مبسوط عشان الجيران يشوفوه يعني كده يقولوا يعني يقول لك كده انا اتفضحت يعني يعني مش عيب يعني. طيب ده انت والله حاجه ما تقللش من الراجل يعني يعني انت طب يا مروان اسالك سؤال كلمه الراجل يعني يا مروان هسالك سؤال وتجاوبني بصراحه بقى بما ان انت يعني راجل محترم كده وبتحب تساعد زوجتك وبتقول عادي مفيش مشكله هل انت ممكن تدخل تنشر الغسيل في البلكونه كده عادي والجيران تبقى شايفه؟ بصراحه ممكن تدخل تنشر الغسيل في البلكونه وما طلعتش الستاره يعني قبل يعني ايه مش هتقلل انا من رجولتي حاجه يعني صح كده برافو عليك برافو عليك. طيب يا مروان احنا بنشكرك وصباح الورد عليك يا جماعه في رجاله كلها متعاونه واكتر حاجه عجباني في الفقره دي بس برضه عايزين الستات تقوم تصحى من النوم ايوه انا شايفه فين لان في رجاله كتير بتتكلم عمال ادافع عنكم تعالوا اتكلموا يلا يلا يا جماعه عايزين الستات تتكلم. طب احنا كمان معانا حسام حسام صباح الورد. الو الو صباح صباح الورد اتفضل ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده الهروب من تحمل المسؤوليه؟ خلينا نتكلم بقى بالنسبه للزوج والزوجه عشان احنا محايدين. والله بالنسبه للمسؤوليه الموضوع اساسا هو محايدين. لا الصوت مش واضح خالص معلش. الو وال طيب حسام حاول تكلمنا مره ثانيه لانه الصوت مش واضح. طيب اول يعني اتصال نسائي استاذه نجلاء. يا استاذه نجلاء صباح الورد عليك. صباح النور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بنتكلم عن يعني المسؤوليه ما بين الزوج وما بين الزوجه. ايه راي حضرتك ان الزوج ان ما فيش مشكله ان هو يقوم ينشر والله الموضوع ده وانا ربنا كرمني. سامعيني حضرتك اتفضلي. والحمد لله انا ليا زوج متفاهم جدا وبيعمل كل حاجه. بقالك كام سنه متجوزه يا مدام نجلاء؟ بقالك كام سنه متجوزه؟ دلوقتي 20 سنه. طب ما شاء الله الله اكبر بقى يعني حاولي ما تقوليش كده كتير عشان ما تتحسديش. طب قولي لي ايه نوعيه يعني المسؤوليه اللي هو بيقوم بيها او يعني بيساعدك ازاي في البيت؟ بيقوم يعمل ايه؟ والله كل حاجه يعني ممكن يطبخ ممكن يغسل يحط غسيل في غساله ممكن ينشر ممكن يوصل الاولاد ممكن يرجعهم ممكن يسهر معايا لما كانوا الاولاد صغار. طب هو جوز حضرتك مصري؟ يعني جذوره مصريه؟ ايوه. طيب سؤال تاني معلش دلوقتي حضرتك أيوة. بتقولي بقالكم ما شاء الله الله اكبر يعني 20 سنه متجوزين. طيب هل الكلام ده من دي 1 او من اول يوم يعني زي ما بنقول كده دبحتي له القطه ولا كان بالتفاهم؟
لا هي ولا هي جت بالصدفة يعني. هي أنا لما بيلاقيني تعبانة هو بيقوم لقيته بيقوم بكل حاجة. أنا بشكره الكلمة الحلوة بتأدي كل حاجة. طبعا مش لازم أنا أول ما عشان أقول أعمل وشوي. طب ما تدينا يعني كده بقى يعني يعني أنا ومروة كده وكل المشاهدين اللي يعني مقبلين على خطوة صعبة جدا قولنا روشيتا كيفية تعامل الزوج مع الزوجة والعكس صحيح. والنبي يا أستاذة نجلاء قولنا حاجة تانية مهمة جدا، قولنا في فترة الخطوبة كان عامل ازاي؟ يعني هل في فترة الخطوبة كان في بوادر؟ اكيد طبعا كان في بوادر، كان بيعمل حاجة، كان بيساعد مثلا مامته في البيت؟ كان وحش جدا في الخطوبة؟ كان وحش جدا في الخطوبة. ايه ده؟ لا اذا كلنا يا جماعه نتفائل خلاص، اذا نتفائل فتره الخطوبه اذا وحشه نتفائل ان في الجواز ان شاء الله تبقى الدنيا. طب استاذه زينب عايزه تقول لك حاجه. صباح الفل عليكي، بس كنت عايزه اسال حضرتك ايه مبدا يعني حضرتك كنت بتقولي ان هو كان وحش او كان معاملته وحشه، وحش من انهي ناحيه؟ ايوه يعني كان ممكن مثلا في بنات تقول لك ده كان بيغير عليا قوي، ده ما كانش بيخرجني، عصبي. لا هي العصبيه مش وحشه، هو كان عصبي يعني. العصبي في امل انه يبقى كويس بعد الجواز؟ هو ما كانش عايز يتحمل مسؤوليه، هو كان دلوع جاي من بيت دلوع لوحده، لقيته هو بيتحمل مسؤوليه، بيتحمل مسؤوليتي، بيتحمل مسؤوليه البنات، عمل كل حاجه لوحده. يبقى دي قصة حب بقى يا استاذة نجلاء، دي قصة حب بقى. لا ده تحليل سيكولوجي للرجل ده هنقولها بعد، للزوج حضرتك هنقولها بعد. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا ويعني ربنا يكرمكم ويبارك لكم في بعض. احنا كمان معانا هبة. هبة صباح الورد عليكي. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليكي. في ايه؟ ليه هبة بتضحكي ليه؟ قلقتيني. لا والله لا، اصل انا عاجبني الكلام. بصي هو الامور بتتاخد بالتفاهم، ويعني ايه يبقى في تفاهم بين الزوج والزوجه. الزوج عامه ما بيحبش اي حاجه تتاخد امر. ايوه ما هو ده كنا هنقول مين اللي شايل المسؤوليه، لازم يكونوا الاثنين صح. ايوه ازاي ازاي انا هو اصلا واحد جاي من بيت برضو من التربيه شايف مثلا ان مامته او شايف ان باباسي السيد في البيت، فازاي انا اقدر افرض عليه الكلام ده لما يجي البيت؟ لا ما بيجي البيت بيشوف في مسؤوليه جديده في اولاد. يعني انا بتكلم عن زوجي كان مش شايل مسؤوليه مثلا في بيت والده خالص، يعني ايه ما بيعرفش يعمل اي حاجه في بيت بابا، بس لما اجى هنا شاف المسؤوليه ان في مثلا زوجه في متطلبات معيشه في اولاد. انا ربنا رزقني التوام، كان هو شايل معايا المسؤوليه كبيره جدا. السهر بالليل كان بيقوم معايا، حاجه جديده بالنسبه له بيجربها، بس كانت حاجه كويسه وممتعه. بالنسبه لطلبات البيت هو عشان ظروف شغله هو مثلا بيديني فلوس، انا بجيب مثلا الاكل في البيت، الطلبات اللي في البيت بنشيل بعض اليوم اللي هو بيبقى. انت انا حاساكي بتتكلمي في فكره الذكاء في المعامله مع الزوج. يعني انت في الاول قلتي ان هو يعني ايه نتعامل معاه لانه طفل كبير فنسايسه واحده واحده وايه ونخليه يعمل بقى كل المسؤوليه بتاعت البيت. لا لا والله لا لا بتعامل معاه بذكاء شويه. هو بصي هو الزوج عامه ما بيحبش الامر، ما تقوليش قوم اعمل كذا دي المفروض لا طبعا. هو برضه جاي من بيت ان الزوجه هي اللي بتعمل كل حاجه، المفروض ان هي تقوم بواجباتها في البيت. بس هو لو لقى الزوجه في يوم من الايام، يعني انا عن نفسي ما تعبت، جيت فتره تعبت جامد وقعدت 3 شهور في السرير، هو اللي كان قايم بمطالبات الاولاد بشغل معايا في البيت، بيساعدني بيحسسني ان انا، لان انا قعدت فتره كبيره فعلا حاسه ان انا محطمه نفسيا. هو اللي بقى يعني يديني فعلا امل ان انا ابقى كويسه. طب هبه عايزه اسالك على حاجه، هل الحب بيبقى عليه عامل؟ يعني مثلا يعني الطرفين لما بيبقوا متجوزين اللي هو جواز الصالونات او لسه متعرفين جديد، غير لما بيبقوا الاثنين بيحبوا بعض وكانوا قصه قبل كده، فبتحسي ان في ما بينهم موده ورحمه اكتر، او هو بيبقى حابب ان هو يريحها اكتر مثلا؟ والله انا زوجي انا ما كانش يعني كان نقول زي الصالونات فعلا، يعني انا تعرفنا بيه تعرف بسرعه، معرفه بسرعه، بس بعد كده فتره الخطوبه اتعرفنا على بعض اكتر، عرفنا طباع بعض، عرفت هو بيحب ايه، هو بيكره ايه، انا بحب ايه، بكره ايه، دي التفاهم، دي فتره. يعني اذا الموضوع ملوش علاقه، هي ليها علاقه بالشخصيه والتربيه وال اصل في ايوه في ناس واخده فتره الخطوبه دي فسح وخروج، لا هو في فرصه ان انت تعرف بالظبط عشان ما تيجي يتقفل عليكم بيت تبقى انت عارفه الظروف، عارفه تفكيره، ما يبقاش بعد شهر ولا اتنين نقول ماما ده اتغير معايا، ماما اصل لا هو كان طبعه كده بس انت ما عرفتيش. طب يتغير بعد قد ايه؟ يعني بيتغير بعد قد ايه؟
والله بصي اللي فعلا في اللي احنا فيه اللي عايزه تعيش هتأقلم جوزها وهتأقلم بيتها على كل حاجه. اصل العيشه مش هتبقى كلها كويسه مش كلها نقول ضحك لا طبعا. يعني انا عن نفسي بقالي 17 سنه معايا ثلاث اطفال في ايام كتيره بيبقى في زعل وفي بس الزوجه الصح والزوج الصح اللي عايز البيت ده يفضل مفتوح طول عمره مش عايز ان هو يجي في لحظه خناقه بسيطه وممكن نقول عليها هيبه يهدم البيت يهدم البيت صح. فهي دي الزوجه اللي تعرف فعلا او الزوج الصح اللي يفضل فاتح البيت دوت باولاده بزوجته والامور بتمشي الحياه بتمشي مره. يعني عارفه حضرتك انا طبعا بشكرك طبعا شكرا جزيلا وصباح الورد عليكي. عجبني بقى في 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 معظم او المداخلتين اللي قلنا من سيدات هم فاهمين ازاي بيتعاملوا بس هم برضو بقى لهم كذا سنه متجوزين. البنات اللي بيتجوزوا جديد دلوقتي ما عندهمش طقطقه هم قالوا نقطه خطيره جدا 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 ان الراجل الشرقي ما بيحبش الامر في كل شيء دي قاعده. لو قلتي ان اعمل الحاجه الفلانيه دي وهو حابب ان هو يعملها وانت امرتيه مش هيعملها وهيتحرم من الشغل اللي هو بيحبه بس عشان خاطر كلمتك ما تمشيش عليه. فهم تعاملوا باسلوب ذكي جدا. عارفه طلع بقى ذكاء النساء في المداخلتين اللي قلنا وفعلا دول قدوه. ليه؟ لان هي مش عايزه تخرب بيتها زي ما بيحصل دلوقتي تلاقي البنت مدلله لا انا خلاص هتطلق وتلاقي نسبه الطلاق بترتفع جدا بعد شهرين وثلاثه وفي نسب طلاق اخرى بعد اسبوع واثنين. فالكلام اللي اتقال معناه ان لازم الزوجه يبقى عندها فن في التعامل مع الزوج. انا بيتي وانت زوجي وارتضيت بيك وخلاص وانجبت منك يبقى لازم الحياه تستمر لان هي عندها نظره بعيده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عايزه اخلص نفسي من الزوج طب في ضحايا في اولاد دول هيروحوا فين؟ وما فيش حاجه اسمها في انفصال وما فيش عقد نفسيه للطفل. لا بيحصل حتى لو ما ظهرتش في الطفوله بتظهر في المراهقه بتظهر في الشباب فليها مرحله نمائيه معينه بتظهر فيها. طب زينب في ظاهره منتشره عند يعني نسبه كبيره جدا من الناس وهي ان الزوج يبقى ما بيشتغلش ومعتمد اعتماد كلي وجزئي على زوجته ان هي اللي تنزل تشتغل تصرف عليه وتصرف على البيت وعلى اولاده. انت من خلال يعني وجهه نظرك كخبيره تنميه بشريه وعلاقات اسريه واكيد بتشوفي مشاكل كتير بتتعرض عليكي طبعا. شايفه المشكله دي تتحل ازاي؟ او لما زوجه تيجي تحكي لك تقول لك انا راجل البيت مش حاسه ان الراجل اللي معايا هو اللي مسؤول عني فبالتالي في خلل نفسي وفي خلل مادي طبعا. وفي خلل في كل حاجه بتقولي لها ايه وبتنصحيها بايه؟ بصي الموضوع ده بيبقى بادئ من الخطوبه بشكل كلي وجزئي. يعني ايه؟ يعني تلاقيها هي بيبقوا متفقين على حاجه معينه وهو يكنسلها ما يجيبهاش. طب انا عايزه مثلا شقه اربع اوض يجيب لها شقه اوضتين وهي بتتنازل بيبدا التنازل من الست. عشان كده بقول ان الست هي اللي غلطانه في النقطه دي بالذات ان انت راجل البيت وانت اللي بتصرفي فلوسك مش غاليه عليكي مثلا. وحتى لو هي هتختلق مبررات وتقول لك ان انا بصرف على اولادي وبصرف على بيتي والفلوس مش بتطلع على حد بره انت النظره بتاعتك لزوجك بقت زيرو. فين دلوقتي في نظر الزوجه؟ طبعا طبعا لان الزوجه مهما بقت وزيره هي دايما عايزه تحس انها زوجه وفي يعني في حد بيضلل عليها مهما وصلت لاعلى المراتب المهنيه. يعني عايزه اقول لك احسن انسانه في الدنيا برضو مع زوجها عايزه تحس ان هو الراجل مش هي الراجل. صح. فلازم المشكله دي بالذات تعمل ايه؟ واحد اتنين تلاته. اول حاجه تتكلم معاه بشكل ودي. طبعا هقول لك بقى مش هقول لك 99 المره دي هقول لك 100% ما بيسمعوش وخاصه لما هو بيقول لها انا هنام في البيت وانت اشتغلي انا ما فيش فلوس انا ارزقي. شوفي انا يعني بقول لك المراحل البسيطه جدا من الناس اللي معهمش فلوس بشكل كافي تقدر ان انت راجل تعمل اي حاجه عشان خاطر تعلم اولادك وتصرف على بيتك. كان قدامي حاله ممتازه جدا انسان متعلم والحظ ما ادهوش ان هو يشتغل في مهنه مرموقه. اشتغل في الفاعل اشتغل في السباكه اشتغل في كل حاجه بس عشان راجل عشان خاطر يصرف على بيته. المهم ان انا اجيب فلوس واصرف على بيتي في مقابل ان مراته كانت بتاخد في شهر 5000 جنيه وكان تقول له انا هساهم. يعني هي عايزه تبادر وعايزه تساعد يقول لها لو حطيتي جنيه في البيت يبقى انت محرمه عليك. راجل محترم جدا. خلينا نقف عند النقطه دي وعند النقطه الايجابيه دي اللي يعني يا ريت كل الرجاله يبقوا بالطريقه وبالايجابيه اللي يعني زينب بتقول عليها. ناخد مين؟ اشرف. اشرف صباح الورد عليك. هستاذنك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. ماشي. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك اتفضل. انت ما وطيتش التلفزيون. انا مش قاعد مرات في كل حاجه.
في ايه طيب يا استاذ اشرف بتساعدها في ايه؟ يعني ايه اكتر الحاجات اللي بتقوم كده في البيت تعملها معاها؟ وبتساعدها وهي تعبانه ولا في الوقت في العادي يعني الطبيب بتاعكم؟ استاذ اشرف معلش انا هستسمحك بس وطي صوت التلفزيون عشان احنا سامعين صوتنا عشان تقدر توصل لنا اسرع. بساعدها في اي حاجه يعني بغسلها بنشم معاها بكنس لها الشقه اي حاجه يعني انا متواضع معاها يعني. محترم. متجوزين بقالكم قد ايه؟ بقالنا سنه الوقت. سنه؟ طب انت يعني بتعمل كده في الطبيعي ولا بتعمل كده في حالات استثنائيه؟ يعني لو هي مثلا تعبانه شويه وقالت لك ساعدني ولا من نفسك بتقوم تساعدها؟ لا لا من نفسي. الله عليك. انت حضرتك منين؟ انا من دمياط. من دمياط. اجدع ناس. طب ما ده غريب جدا يعني. طبعا اجدع ناس دمياط المفروض برضو ان هم دماغهم ناشفه اكتر وبتقوم وبتساعد مراتك وشايف ان الموضوع حلو وطبيعي. طب ما تقول نصيحه كده لكل الرجاله اللي بتشوفنا يا استاذ اشرف. والله انا يعني انصح الناس يعني ان هم يعني ما يبخلوش على مراتهم يعني ومساعدهم وكده. انت قلت حاجه حلوه قوي ما يبخلوش على مراتهم. هو البخل كمان على فكره مش بخل في الفلوس. بخل معنوي. بخل مشاعر. بخل يعني احنا انا يعني انا بجد الكلمه دي انت قلتها عجبتني جدا. بشكرك يا استاذ اشرف شكرا جزيلا وصباح الورد عليك. طيب احنا كمان معانا عزه. عزه صباح الورد عليك. انا بقى عايزه اقول لك انا مش سامعه صوتي بقى. انا بحييكوا يا استاذه عزه. انا سامعه صوتي على جامد. ممكن نوطي التلفزيون اللي بيمتعنا بصراحه كل جمعه انا بنتظره عشان اشوفه. ربنا لا طبعا بشكركم. لا طبعا جمعه احنا كل يوم. ربنا يخليك يا رب. احنا اللي بنشكرك وبنشكرك على الكلام الحلو الجميل ده. لا اكتر انك بتصحي يوم الجمعه. انا ببقى اجازه بشوفكم يوم الجمعه بس. ماشي. لا خلاص بس كويس ده في حد ذاته حاجه حلوه لان يوم الجمعه لسه نايمه. اجمل فقرات واجمل برنامج وربنا يوفقكم يا رب. والسبت مش بتتفرجي علينا السبت؟ السبت لا بتفرج الجمعه بشوف البرنامج للاخر. بتيجوا السبت الساعه كام؟ بنيجي برضو احنا كل يوم من 8 ل 10 والاعاده على 10 بلس من 10 ل 12. اوكي. بالنسبه للبرنامج بقى الموضوع اللي بتتكلموا فيه حضراتكم. انا طبعا انا المتحمله المسؤوليه من صغري مع اولادي وانا اللي بودي مدرسه وانا اللي بودي دروس وانا اللي متحمله مذاكرتهم وانا اللي متحمله كل حاجه. طب وجوز حضرتك فين؟ مالوش دعوه باي حاجه ليه؟ خالص. ليه وساكته ليه؟ ما بتعترضيش ليه؟ موجود موجود. طب هي المفروض تعمل ايه يا استاذه زينب في الوقت؟ لا وما بتعترضيش. بدايه انا بس حابه اسالها ما سؤال. ما بعترضش. هو احب اسال حضرتك سؤال بعد اذنك. استاذنك بس وطي التلفزيون. استاذنك وطي التلفزيون. هو في البدايه واضح جدا ان حضرتك عندك تحمل مسؤوليه بشكل كبير قوي من بيت الاب صح ولا لا؟ والله ابدا. انا عند ماما انا كنت مستريحه طول ما انا في الدراسه. ما كناش بنمد ايدينا في اي حاجه ولا نشارك في نظافه البيت ولا في طبيخ ولا في اكل ولا في اي حاجه. بس كنا متعلمين يعني كنا متعلمين في يوم الاجازه واحده تنظف واحده تطبخ واحده تعمل في نظام في البيت يعني. طيب وزوج حضرتك لما بتيجي مثلا تقولي له تعالى ساعدني او تعالى ودي الولاد الدروس او ودي التمارين انا مش قادره بيقول لك ايه؟ لا 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 لا. طب هو مكفي بيته؟ مفيش الكلام ده خالص. هو سؤال لحضرتك هو مكفي بيته ماديا؟ هو كان بيجيب لنا طلباتنا لكن انا برضو شغلي ومرتبي كله في بيتي ولولادي. لا هو يبقى كده في غلط جاي من حضرتك من ناحيه ان لو هو مكفي بيته بدرجه يعني 100% مفيش داعي ابدا انك تحطي جنيه في البيت لسبب بسيط لان ده شغلك انت فانت الحره فيه الا اذا هو طلب منك مساهمه ماديه في البيت. يعني في لا هي شايفه ازواج بيقولوا مرتبي على مرتبك. انت حضرتك شايفه انت بتحطي الفلوس لان شايفه ان هو مش مكفي او هو مقصر في البيت ولا انت بتحطيها يعني انت تفضيلا من عندك؟ استاذ عزة الخط واضح ان هو قفل بس انا عايزه اقول لك على حاجه وانا ما بتكلمش معانا.
انا بجيب اكمل، يعني هو يجيب اللي هو يجيبه على قد امكانياته، ما بضغطش عليه في اي حاجه. طب يا استاذه عزه، انا عايزه اقول لك بس على نقطه، يعني انت طبعا ست محترمه وست بمليون راجل، بس خليني اقول لك على حاجه، انا دايما يعني مش هقول لك ان انا بسند الراجل دايما، بس انا بديله حقه، لان يعني دايما انا بشوف ان الراجل بيبقى مظلوم اكتر في الاتهامات وفي الكلام، وفي ستات بتبقى قادره اكتر وبتبقى اقوى من الراجل. لا لا لا، بس خليني اقول لك حاجه على فكره استاذه مروه، هقول لحضرتك حاجة. انا قلت له دلوقتي انا هتصل بالبرنامج. أيوة. هقول كل حاجه. هو قاعد جنبك؟ الله عليك. ادي يا استاذه عزه لو سمحتي، عشان انا ادي لنا يكلمنا. انا هاخد لك حقك يا استاذه عزه، ادي لنا بس وطي التلفزيون الاول. لحظه واحده، وطي التلفزيون. لحظه واحده، وعلى فكره استاذه نرمين، ايوه ماشي، على فكره هو بصي حضرتك، هو قاسي جدا. بصي انت كده هتطردي من البيت حضرتك. من زمان مع الولاد ولا مع البيت، ولا تقريبا تربيته فيها قسوة عليه. تربيته كان واضح. فيها قسوة عليه. واضح. طب هو اسمه ايه؟ القسوة دي جت علينا احنا. طب بس محمد. كويس ان حضرتك مقدره برضو ان استاذ محمد كان تعالى يا استاذ محمد لو سمحت، عشان في حوار طويل عريض ما بيننا، لو سمحت. عايزين يكلموك يا استاذ محمد. صباح الورد عليك. استاذه نرمين واستاذه مروه عايزين يكلموك، عشان انا شركتك وقلت كل يا استاذ محمد. صباح الورد يا استاذ محمد الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وواضح كده من صوتك انك يعني راجل طيب وجميل، بس انا بقى ايه عايز اعتب عليك في حاجه صغيره. امريني دلوقتي استاذ عزه، ست جميله ومتحمله المسؤوليه بالتاكيد، ومراعيه البيت، وبتشكر فيك على فكره، وحتى لو في حاجه مش عاجباها هي قالت ان ده يعني حاجه خارجه عن ارادتك وانت مش قصدك. تمام. بالتاكيد. بس انا عايزه اطلب منك طلب، عايزك تقف جنبها، تقف في ظهرها، تحمل معاها المسؤوليه. مش هقول لك تحمل معاها المسؤوليه في البيت، هو السؤال كمان بس حاجه، بس هقول لك ساعدها، يعني خلي ايدك بايديها. ايوه ده دي حاجه. الحاجه الثانيه ليه هي مثلا لما حاليا بساعدها؟ والله في ايه بقى؟ يعني بابا مثلا بابا مثلا في البيت بعملها لها كده عشان ظروفها مثلا، يعني مثلا لو جت قالت لك دلوقتي النهارده الجمعه ويوم اجازتك، والولد عنده او بنت حضرتك عندها تمرين او عندها درس، ممكن تنزل توصلها ولا هتدخل تنام؟ لا ما احنا الاولاد كبرت دلوقتي خلاص وتخرجوا وكل ايه؟ يا خلاص يعني قد ايه ولاد حضرتك اتخرجوا؟ اتخرجوا من الجامعات يعني. ما شاء الله. طب يا استاذ محمد، ما بتاخدش مثلا استاذه عزه كده تقول لها تعالي نخرج خروجه حلوه، نخرج نشم هوا، تعالي اشتري لك حاجه جديده، نتمشى، يعني الحاجات الحلوه دي؟ لا لا لا، هي انا سامعاها. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، ان حصل دلوقتي انقاذ بالنسبه لك رهيب. ليه بقى؟ استاذ عزه كانت قاعده بتكلمنا وبتشتكي لنا وبتحكي لنا، وطبعا يعني اكيد اتعاطفت معاها. طبعا أيوة، انت لو انت متابع البرنامج وهي عندها حق فعلا. الله. طب خلاص طيب يا استاذ عزه، صالحها على الهوا. قول لنا النهارده هتوديها فين؟ يعني النهارده توعدنا وعد، النهارده يبقى يوم كده يعني يوم حلو يعني انت بتقول ولادك اتخرجوا كبار يعني مش محتاجينكم، النهارده على الهوا كده دلوقتي تقول لها النهارده هنقضي يوم بره، تقضي يوم فين بقى؟ هنقضيه حضرتك ممكن على النيل. الله. يا استاذه عزه لو سمحتي، عايزاكي لو سمحتي محتاجاكي لحظه يا استاذه عزه لو سمحتي. لا 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 يا استاذه عزه، هتروحي تخرجي على النيل يا استاذه عزه؟ ايه رايك فينا؟ ايه رايك؟ والله اتمنى رايي، طبعا رايي فيكم انتوا جمال من غير اي حاجه. الله يخليك يا رب. طب انا بقى هتفق معاكي على حاجه دلوقتي، انت النهارده هتروحي على النيل. يا استاذه مروه انا تعبت. بس هو استاذ محمد دلوقتي اعترف وقال انا غلطان. ابني اتخرج من كليه تجاره، وابني اتخرج من كليه حقوق ان شاء الله، وابني متخرج من حقوق. طيب وبس لسه بقى مش عارفه حضرتك الشغل بقى، ومفيش البلد حالها واقف وكده. ربنا يكرمهم طبعا، يعني ده حال ناس كتير جدا، وده حال امهات مشاريع كتير بالزبط. جدا محمد مع اصحابه. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه دلوقتي، احنا بنتكلم عليك انت بقى واستاذ محمد، خلينا ننسى المشاكل. النهارده ويك اند، النهارده يوم الجمعه، وهو بقى قال لك ان هو هياخدك على النيل،
وتشربوا عصير وهتاكلوا ذره. خلاص في حاجه ثانيه؟ عايزه اقول لك كل ده بقى واعملي له فطار محترم على الصبح. اعملي له طبق فول. ايوه بالبيض اللي هو الفول الديناميت ده الجامد ده. لا 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 اقول لك تعمليه فول. ما اقول لك ليه؟ عشان تتغدوا بره تقفي تطبخي في المطبخ صح؟ اتفضلي. صح ما انا بقول لك ما تعملوش فول دلوقتي. ايوه والله والله يا استاذه نرمين بجهز الغدا من دلوقتي. لا يا استاذه عزه اطفي على الاكل اسمعي بقى مني عشان انا ايه لو كان استاذ محمد مش جنبك كنت هسخنك عليه للاسف كنت ههدي نفوس. بس انا بقى خشي دلوقتي اطفي على الاكل على طول وقولي له يلا نخرج. ربنا يخليك يا استاذه نرمين. وقولي له يلا نخرج ويلا ناكل حاجه حلوه بقى بره وكلميني بكره اذا ما خرجكيش اعملي مداخله ثانيه وما تقلقيش. ان شاء الله. طب بجد احنا مستنيين تليفونك ان شاء الله. صباح الورد عليكي. احلى استاذه عزه واحلى استاذ محمد ومن احلى المكالمات بجد اللي جات لنا صباح الورد وربنا رب يكرمكم كده وتتصالحوا. عجبني ايه بقى ان هي صريحه معاه او هي بتتكلم قدامه مفيش خوف. لا انت لو خدت بالك بقى قالت له ايه لما هو بيقول انا والله بعمل حاجه بس ما بيعملش حاجه خالص. لا هي هي حصل نوع من انواع طفح الكيل يعني. فانا عايزه استنجد باي حد يحكي. هو كمان هي بتقول لك ان هو اصلا الجفاء او القسوه في تربيته. دي برضو مشكله كبيره جدا. انا لما اربي ابني على الجفاء وان انا اربي ابني يبقى لنفسه ما ده هيطلع بعد كده. لا في حالات كتير قوي كانت تيجي تقول لك ان لما ابني بيتعب جوزي ما بيطبطبش على الولد. فلما فعلا بنرجع لتربيه الـ 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 الولد اللي هو الاب اللي كان ولد نلاقي الام يقول لك طب ما انا بديه انا اتربيت كده انا ماما كنت ببقى تعبان وكنت ببقى متبهدل خالص ماما ما كانتش بتيجي تقعد زي بقيه الامهات. فالمشكله لا ولما هو كمان يتعب هو بيبقى قاسي على نفسه. فانا بقول لها تهدي شويه وما تزعليش لانه هو بيعمل كده مع روحه. الموضوع مش انانيه لان هو بيقسو على نفسه اكتر. بس عايزه اقول لك برده من اكتر يعني الحاجات اللي عجبتني في المكالمه دي ان استاذه عزه مقدره بمعنى انها قالت لك ان هو كان تعبان في بيته او من هو صغير او كان محروم من حاجه. هي دي اللي عملت كده واتكلمت كمان فضفضت. وعجبني فيه هو ان هو مسالم وقال هي معاها حق وقال هي فعلا تعبت وهي 600 راجل ولكن هو اعترف في الاخر وهيخرجها ان شاء الله النهارده. طبعا احنا نامل يعني ان ده يحصل يعني. لا لا ان شاء الله هيحصل. لا يعني انا هيحصل ان شاء الله. عايزين روشته بقى كده حلوه كده للزوج وللزوجه. مش هقول لك بصي انا حياديه. مش هقول لك للزوجه بس. لا ما هو لازم الاثنين. زي ما قلنا ان في رجاله قاسيه وحالتها حال في برضه ستات كده. في ستات تلاقيها زي ما قالت مروه سوري يعني تعمل لهم بتشردهم بتبهدل الدنيا خالص وتبقى قاسيه جدا وتقول لك انا الست ولازم انت تحترمني وبتاخد حجم اكبر من حجمها بشكل كبير فما فيش وسطيه بين الاثنين اصلا. تمام نعمل ايه؟ نحاول بقدر من الامكان مع الراجل ان هو يقتدي برسول الله. مش هنقول لك بقى لازم الست وتحطها تاج على راسك. اقتدي برسول الله. هي الحل في كلمه ونص عليه افضل الصلاه والسلام. شوفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع زوجته في كل شيء بقى. بس ما تاخدش تعدد الزوجات وتقلده فيه لان في رجاله كتير قوي حتى ما القران هي مش حافظه منه غير مثنى وثلاث ورباع بس. بالظبط. وبقيه القران لا. الجزئيه الثانيه بالنسبه للزوجه ان الغلط من ناحيه الماديات او من ناحيه ان هو نايم جوه وانا اللي بشتغل في البدايه جاي منك انت. في تساهل مفيش ما بتاخديش موقف. وخاصه بنقول لكل زوجه لسه ما انجبتش لان بعد الانجاب بتحصل كوارث كبيره وبتضطر الام تضحي عشان خاطر اولادها وان هم يعيشوا مع والدهم وما يسيبوهوش وما يحصلش تفكك اسري بعدين. لو انت ما انجبتيش حاولي بقدر الامكان انك تتكلمي معاه بشكل ودي وتقولي انك لازم تساهم معاه في البيت لان ده هيعقب عليها بحاجات كتير قوي. زينب انا عايز اقول لك ان الموضوع ده مش عايز فقره، الموضوع ده عايز حلقات. فعشان كده طبعا وبناء على رغبه كل المشاهدين وفي اسئله كتير وتليفونات كتير ولكن يعني دلوقتي الفقره وقتها خلص. هنكمل اكيد الاسبوع اللي جاي. نورتينا وشرفتينا ويعني افدتينا بنصايحك الجميله. زينب مهدي استشاري العلاقات الاسريه. صباح الورد عليك. يسعد صباحكم حبيبتي. صباح الورد عليك يا زينب. واكيد لينا لقاء الاسبوع اللي جاي بقى نشوف مع مدام عزه وفي محمد. ده انا متشوقه جدا يعني اعرف ايه الحكايه. طيب صباح الورد عليك. تسلمي حبيبتي. لسه مكملين مع حضراتكم برج الحمل. برج الحمل بعد الفصل بس المره دي هيبقى احنا مش هنلحق طبعا نقول اي حاجه عن برج الحمل ولا راجل ولا امراه. لكن بعد الفاصل مع خبيره الابراج الجميله القمر اللي اتجنن راني حموده وبرج الحمل لكن بعد الفاصل.